السلام عليكم. اليوم نتكلموا على المشروع نتاع مجلس قضاء جيجل، واللي الاشغال راهي يعني تقرب من النهايه. وللعلم انه هذه المشاريع نتاع المجالس القضائيه راهي ماشيه بطريقه جيده في اغلب ولايات الوطن، حيث انه فيه مقرر خريطه نتاع يعني المجالس القضائية في كل ولايات يكون فيه مجلس قضائي، أين يعني سوف تجمع كل الملفات الكبرى في الولاية، وهذا يعتبر إضافة نوعية للمنظومة القضائية في بلادنا. إن شاء الله تكون الخدمات في الموعد، وإن شاء الله تكون الأداء والعدالة تكون على عند حسن ظن المواطن الجزائري. السلام عليكم.